المباريات المتبقية بالنسبة للنادي الأهلي هذا الموسم في بطولة الدوري، واللي هتكون بإذن الله تعالى بعد مباراة يوم السبت اللي إن شاء الله إن شاء الله الأهلي يكون فاز بيها وبالبطولة. فهنخلص كايزر تشيفز، نرجع إيه؟ نرجع نلعب البنك الأهلي. هيبقى يوم إيه؟ يوم 22/7 على استاد الأهلي والسلام. الماتش هيكون الساعة 7 بالليل زي ما أنتم شايفين كده على الشاشة. ده أول ماتش الأهلي بعد كايزر تشيفز بإذن الله، ونكون منتشيين بفرحة كبيرة إن شاء الله تعالى. كمان هيكون عندك إيه؟ الإنتاج الحربي مع الأهلي يوم 25 بعديها بثلاث أيام بالظبط برضه في استاد الأهلي والسلام الساعة 7. أسوان مع الأهلي يوم 29، ضغط بقى خلاص ماتشات عشان أنت بتلعب المؤجلات بتاعتك. يوم 29/7 في استاد بترو سبورت الساعة 7 مساء. بعد كده هتلاعب وادي دجلة يوم 2/8 على استاد الأهلي والسلام الساعة 9 بالليل. وبعد كده تخش على سيراميكا، ودي اخر المؤجلات. احنا هنا بنقول على المؤجلات مش بنقول على الفرق في المباريات ما بين الاهلي والزمالك، لان الزمالك متاجل له مباراه غزل المحل. فكل المؤجلات تنتهي بمباراه سيراميكا اللي هتكون يوم كام؟ يوم 5/8 على استاد السلام، استاد الاهلي والسلام الساعه 9 بالليل. بعد كده الاهلي والاسماعيلي يوم 9/8 على استاد اسكندريه الساعه 9. الاهلي وانبي يوم 12/8 على استاد الاهلي والسلام الساعة 9 برضه. بعد كده هتلاعب طلائع الجيش يوم 16/8 الساعة 7. وبعدين هتلاعب المصري في اسكندرية يوم 20/8 الساعة 9. وبعد كده هتلاعب الجونة في استاد خالد بشارة بالجونة، ماتش صعب جدا، هيكون يوم 23/8. وبعد كده أسوان آخر مباراة النادي الأهلي يوم 26/8 على استاد الأهلي والسلام. نتمنى كل التوفيق للفريق إن شاء الله خلال المرحلة اللي جاية كلها. ننتهي بس الأول من مباراة كايزر تشيفز، وعندنا كلام كتير جدا عليها بتفاصيل مهمة، لكن الأهم إن الأهلي لن يتخلى بإذن الله واحد أحد عن بطولة الدوري الممتاز. واعتقد لما يتفرغ بشكل كامل لهذه البطوله باذن الله هيوصل للمكانه الطبيعيه. يجي بقى واحد يقول لك ايه، انا لو الاهلي كسب الدوري انا هحلق شعري، لو الاهلي مش عارف انا هلبس ايه، لو الاهلي، انت بتراهن على فشل الاهلي يبقى انت خسران، يعني ما تحاولش. وحصلت كذا مره، مش بقول ان الاهلي بقى يعني هيكسب، لا، في منافسه قويه مع نادي الزمالك، ده طبعا ده امر موجود وطبيعي، ونادي الزمالك نادي كبير ومحترم، منافسه قائمه في الملعب يعني، لكن لازم تتعلموا من اخطاء الاخرين. يعني موضوع الرهانات ومش الرهانات ماشي حلو مسلي مفيش مشكله، لكن ما تراهنش على فشل الاهلي، لان الرهان على فشل الاهلي خسران. الاهلي فريق بشخصيه كبيره وفريق بطل بيعرف ازاي ياخد البطوله، البطوله دي كمان لاصحاب النفس الطويل، الاهلي بيمتاز بالجانب ده بشكل كبير جدا. فماشي خلينا ادينا بنتابع وبنضحك ومفيش اي مشكله، وان شاء الله باذن الله الأهلي يفرحنا يوم السبت وببطولة الدوري كمان بإذن الله تعالى.